سلام، أنا اسمي علينا. هذا الدار ديالي، مرحبا بكم. أنا 22 عمرك، أنا خدامة في المغرب. أنا في المغرب دابا 5 شهور وأنا خدامة في صالون. أنا كدير شفران فران، وأنا أجبني خدامة ديالي بزاف. وعلاش أنا جاية المغرب؟ أنا أجبني المغرب، والمغرب مغرب أحسن، مغرب أحسن روسيا. أنا ما عرفتش علاش بيبل ما فهمتش هذا. وفي المغرب أنا عندي بزاف صاحبهم فرنس بنت وولد، وأنا عجبني بزاف. وأنا في كرايا في روسيا، أنا أو تاني في كرايا. أنا في كرايا ألمانيا تيتشر، جيرمان تيتشر، وأنا عارفة ألمانيا وتركيا والإنجلي ودابا دارجة. دابا عاد نشوف فين أنا خدامة، شنو أنا كديرو، فين أنا كديري شفران. عاد نفوق، هذا الصالون فين أنا خدامة، ولكن اليوم عندي داي اوف وأجي نخرج شوف كازابلانكا. حي الأحباس أو الحبوس هو أقدم أحياء الدار البيضاء، يعود تاريخه إلى 1916 في أولى مراحل فترة الاستعمار الفرنسي. يعد حي الحبوس قطباً ثقافياً على مستوى المغرب بفضل وجود مكتبات تابعة لكبرى دور النشر المغربية والعربية. أنا في أفضل بلازا ديالي سميتو حبوس، وهنا كاين بزاف مغربي، جلابة مغربي، قفطان، كمدورة، وهنا you can find كل شيء. هنا زوينين بزاف، كاين بزاف توريست وولاد بين الضريفين، وهنا ماشي بزاف فلوس. وانا عجبتك هنا بزاف، وانا عجبني مغربي كولتور، وهنا وارين بلازا. هذا مغربي براد، وانا عجبني مغرباتي بزاف، وهذا وار بزاف، وانا عندي بحالك في دار ديالي، وكل شيء مغربي عندك بحالك وحتى انا.